ستر باخرة. طيران طيران دق طيران. أوريكم المنظر اللي تقدم. اهلا وسهلا فيكم. اتذكرت انه انا ما صورت لكم الشرفه، شرفه الغرفه حقتنا من هنا. شفتوا اليوم طبعا مره مشمس، فجالسين نفكر انا ورام انه احنا نسبح في البحر، بما انه اليوم الجو كذا مو مره دافي بس يعني احسن من الايام اللي قبل وفي شمس. قررنا ان انا ورامي نروح نسبح في البحر، قصدي في المحيط. ها ابغى اقول محيط. طيب اول مترين من المحيط. ايه، فاحنا جبنا اغراضنا هنا شنطة والشنطة الثانية، وريهم يا رامي. هذه حطينا كذا نص الأغراض، وأنا جوال لبس السباحة. بنسبح كذا نستمتع شوية، إن شاء الله يكون تصويري مو مهزهز لكم لأني أنا ما أخذت الستاند، هو موجود فوق بس إنه عفش، يعني قررت إني أصور لكم بدون كذا عادي. ما في مناشف، نشوف صندوق ثاني. اليوم قررنا ان ما نطلع نسوي انشطه ولا شيء، الحمد لله حظنا لقينا مناشف. واحده ليا وين؟ يلا نروح هناك. ما ادري تبغى نروح هناك ابعد شيء ولا نروح هناك عند الناس مع البشر؟ خلي جولتنا هنا. ايوه اكيد. لن نوصل للرمل الناعم صح؟ ايه خلاص وصلنا الرمل الناعم. امان. وصلت؟ ايوه هنا صح؟ اه هنا خطوتين زيادة. طب انا الله اوريكم المنظر اللي تقدم. بردت يا رامي؟ بردت؟ ايه لان الجو دافي صح؟ انا حطيت المنشفة تحتي. صورت لكم كذا جزء صغير وانا في البحر. غيرت ملابسي، شوف اخذت هذه الخواتم نسيتها، جايبه اكسسوارات حلوه ونسيتها. اوكي جبت الايباد. ايه شوفوا هنا تشوفون المناكيري شكله غريب، طبعا هذه سالفتها سالفه، تخيلوا اظافيري تكسرت، تكسر من هنا وتكسر من هنا، شتف من النص، تخيلوا شيء مؤلم مؤلم دم كذا مره مؤلم، مو انه انكسر كذا واقصه. اخذت الايباد حقي، انا محمله فيه كتب راح اقرا، وطبعا زي ما قلت لكم لبس وترواشت، ورامي نفس الشيء غسل جسمه مع كتابه راح يقرا. طلبنا اكل، بناكل على هذا النهار، ليش نسترخي ناكل ونستمتع. الناس اليوم مبسوطه، الناس اليوم مره عكس كل الايام اللي قبل، الكل جالس يسبح، يعني في ناس كثير قاعدة تسبح الحين، ما في ناس كثير بس يعني كان فيكم شويه، وكثير ناس جالسه تتشمس، يعني فرصه حلوه. مطر قوية، تشوفون الغيوم هناك البحر، كلنا نقمنا شوفوا، معدنا ورامي طبعا مستمتعين بالمطر، حتى لسه ما جاء الأكل حقنا. شوفوا يد رامي قطرات الماء. تشوفون قطرات الماء؟ آي صح شفتان يا ولد يا ولد، مرة حلو ما شاء الله. جنن ها؟ طبعا وقف المطر، يعني كان ودنا مره ناكل قدام الشاطئ، طبعا نفس الشيء واصل قدام الشاطئ الان ما زلنا يعني، بس سبحان الله عشان تشوفون بس كيف الجو متقلب في دقيقتين، يصير مطر غزير بعدين شمس بعدين حر بعدين برد. لا عصفور، طير مو عصفور، طير
لف لف شوف. طبعا بعد ما كنا قررنا نروح نسوي مساج. أقول لكم على معلومة مرة مفيدة، المساجات الموجودة في المنتجعات أغلى بمراحل، أسعار خيالية. فجلسنا ندور على جوجل ماب كذا مكان قريب من المنتجع نسوي مساج يكون حلو ونظيف ورخيص. فبس الحين طلبنا تاكسي من المنتجع وراح يودينا قريب، بيبعد ربع ساعة تقريبا عن المنتجع. حطوا لكم اسمه على الشاشة أول ما نوصل. خلصنا مساج، اخذنا هذه طبعا بنقراها، بنقراها في البيت ونشوف نحفظ ايه نختار عشان نرجع مره ثانيه. بس شوف الاطلاله مطر يس، خارجين دافين ايه حقنا التاكسي. اسرع شيء، ما جبنا مظله ولا شيء. البنات كيف انه الايام الاخيره خلاص تصير الملابس مرقعه، تحسيني كشخت خلصت، طلعت كل فراسي. Okay, the thing is that for the last 2 days we did not get water and I have to request. طيب كيف النظام بكره، في مجال ولا صعبه؟ طيب اسمع، انت الان في الشارع طيب صح. اهلا وسهلا فيكم في يوم العيد، عيد الاضحى المبارك. كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك. عيدنا راح يكون هنا طبعا، يعني زي ما واضح جهزت ملابسي حقت العيد طيب، اللي يعني ناوي البسها في العيد او ابغى البسها اليوم اكيد، يعني ما تنفع البسها برا ان شاء الله لما نرجع. لكن الحين ايش خطتنا؟ جهزت ملابس السباحه، بننزل نسبح أنا ورامي، فطرنا وخلصنا، كان في شمس حلوة كذا شوية، بننزل نسبح في البحر، بعدين أنا راح نرجع، راح استحمى تروش وزي كذا، وبنسوي لنا قهوة عربي والتمر، وبنجلس ناكل بلبس ملابس العيد، وحجزنا في الليل الساعة ستة ونص يا رامي، ستة ونص حجزنا راح نروح نسوي مساج مختلف عن المرة اللي قبل، كذا كور ساخنة وتسوي لي إياها كذا على كتافي سلام على رقبتي، أخ بس تفك لي كل العقد اللي في ظهري وفي رقبتي. هي طبعا في هذا المنتجع في 5 مدري 4 مطاعم مدري 6 مطاعم، بنختار لنا مطعم بنجلس ناكل نتدلع ونتعيد. كل عام وانتم بخير. تدرون أنا ورامي جالسين نقول المرة الجاية إن شاء الله لو ربي كتب لنا فرصة وجينا إن شاء الله هنا ما رح نحجز هاف بور، لأنه الأكل اللي هنا اللي برا قصدي اللي برا مرة ألذ من حق المنتجع، مرة ألذ. نقول يعني إحنا طبعا ليش حجزنا هاف بور أو شيء منطقة كذا معزولة الشرق، وكثير تعليقات شفناها في جوجل، فإحنا ماخذين بكلامهم ماخذين بأراهم، كلهم قالوا إنه لازم تحجزون هاف بور لأنه منطقة معزولة وصعب تطلعون تعشون برا وبلا بلا بلا. كلامه صح، بس إنه أنا ورامي ننام مرة بدري، تخيلوا ننام 9-6 الفجر، نصحى 5:30، نصحى 7 عادي، يعني نصحى مرة بدري، فما عندنا مشكلة إن إحنا نتعشى مرة بدري على 6 اللي هو خلاص يعني نهاية اليوم بالنسبة لليومية حقت السائق، فما عندنا مشكلة نتعشى برا يعني في المطاعم اللي برا مرة ألذ بمراحل. وكررناها راح نسوي كذا حجز بدون عشاء. على كثر المكياج اللي جبته ما استخدمت إلا ذي كل يوم. بطفشكم بهذا الإطلالة كل الأيام الجاية. محجوز من هنا؟ كلها محجوزة؟ كلها محجوزة. تراب سبحنا شوي وانا خلاص ما قدرت صراحه، الموج مره عالي. رامي هنا جهه اليمين جالس يسبح، انا رجعت واصلا الجو مره بارد، غير انه الموج عالي مره صعب صراحه. ابغى اعرف اتعلم، ابغى اتعلم السباحه يا جماعه، بتعلم السباحه. واكيف جوري كلها طين، برد. تبغى ناكل الحين؟ ايه بكيفك، تبغى تاكل ناكل الحين ولا انت تبغى تتشمس؟ انا اروح اتروش واجي بعدين. رح ناكل هنا على الشاطئ، رامي جالس يشوف المنيو. والله نفسي كذا في سلطة مع مكرونة مع مشروبات، ما شفت تصدقوا ما شفت هنا مشروبات فواكه، كلها خلطات كذا سيرب واشياء، ما يعني فواكه زي مثلا شرق آسيا كذا، شيء جنان إبداع. أنتي مشروبك المرة الماضية هذه كان في واتر ميلون، حلو غيره؟ حلو طعمه؟
يا زين الكولا والله. حتى الكولا حقتهم مو مرة طعمها موية من البحر مالحة. ايش هي؟ اقول يا زين مويتها من البحر. شلت كل الأسوار اللي في يدي. أوه يدي انقسمت اللون يدي انقسمت اللون انقسم هيان يعني. خلاص واضح إني مرة متحمسة بروح أسوي المساج بسرعة. كذابة فيها نوم مرة. يلا يلا تفتح عيونها. بروح أنام هناك أسوي المساج. بروح أنام. انظر غروب الشمس. هلا إحنا بناخذ تاكسي من الفندق. المهم شوفوا واه الالوان ما هي زي الحقيقه. لون اقول لكم ايش الالوان. اورنج على اصفر على ازرق على موف. اليوم اللي تاخر فيه هو اللي سوى الحمد لله هذا الحق. تاخرنا في المساج وشوفوا ايش سوى عشان اليوم عيد. سووا مصقعه. خلاص عندي نوم. اي كلام قلته خطا لانه عندي نوم. سامحني عبر الصوره. بس للبنات سالفة الدريس كود في هنا يا بنات في المطاعم حقت موريشوس خصوصا حقت المنتجعات عندهم دريس كود 1832. لا الفكرة انه في متطلبات في اللبس عشان العشاء. الممنوع الزنوبات والصنادل مسموح على الفطور بس مو على العشاء. اللي زي هاي العشاء طبعا الحين اتكلم بس للرجال. العشاء مسموح بس الجزمة المسكرة. اي جزمة مسكرة مو الكروكس ولا اي حاجة. لا جزمة مسكرة الجزمة الطبيعية يعني زي اشياء الرياضة وكذا. بالنسبة للاناث مسموح لهم الصنادل الستايل والكعوب والحاجات هذه بس اهم شيء ما في زنوبات. الزنوبات ممنوعة. هذه يا بنات الصنادل اللي زي كذا للرجال بس في الفطور بس لازم تكون مقفلة تماما وقت العشاء. هذه يا بنات زي الأوشحة. طيب أخذت منها ثلاثة أشكال. هذا واحد. هذا معاي من زمان من H&M. وهذا أخذته قبل كذا يمكن شهرين من سنتر بوينت. مرة حلوة النكشة حقته. وهذا أخذته قبل السفر بيمكن أسبوع شيء زي كذا. شوف حتى لسه يعني مربوط. هذه بنات ممكن الأوشحة هذه ممكن تستخدمونها يعني طريقة حجاب مختلفة. زي بحط لكم هنا صورة يار النملة. دائما تستخدمها مرة حلوة عليها ما شاء الله. لبس السباحة اللي أمس كنت لابسته. يجي كذا كامل كم طويل. بس لبست عليه قميص أبيض. الكاب هذا الكاب يجي معه. بحط لكم هذا الرابط أخذته من أمازون. فمرة كان حلو. ذا ماسك كذا يغلف كل شعرك. بعدين حطيت عليه هذا الرابط. Thank you.
اهلا صباح الخير. من اليوم اللي ما ادري والله كم الايام اللي فاتت اخذناها استرخاء انا ورامي في المنتجع، بس نجلس على البحر نسبح ناكل كذا. خلاص قفلت الجوال، قفلت الكاميرا، قلت ما بصور بستمتع. الحين اليوم ان شاء الله بنروح نسوي جولة، الحين راح نسوي جولة على الشمال اسمها بورت لويس، بنستكشف الاماكن وبنقسم. لسه فاضل عندنا ايام زيادة يعني بنسوي فيها مغامرات، بس قلنا عارفين الايام اللي فاتت كذا نسترخي شوية نهدأ. شوفوا هذا جزء خلفي في المنتجع نفسه، حاطين هنا محلات للتسوق، محلات عنونة، بعدين هنا كرامي يصحى ما شاء الله يروح يسوي رياضة، هناك في جيم عنون، في حق مركز مساج، في لعب تنس، في كمان إيش اللهم صل على سيدنا محمد، لا في ملاهي أطفال، في أشياء مرة مرة كثيرة. المنتجع حرفيا متكامل، يعني في الليل لما يصير خلاص يقفل يصير طفش، ما في ولا مخلوق ما في أحد، يصير يعني ممكن تتونسون نفس المنتجع، عرفتوا؟ اللي متعودين يعيشون في مناطق حية طول الوقت 24 ساعة، الساعة 6 أول ما تغرب الشمس كل شيء ينام، كل شيء يقفل في الجزيرة، كل شيء حتى برا، مولات، محلات، حتى هنا يصير ظلام دامس، خلاص إحنا نرجع الغرفة نشغل مسلسلات، أنا ورامي نقرأ، نتقهوى، نضحك، نلعب، نسوي أي شيء. في دق طيران. يا سلام يا سلام عليك. يا هذه هي الطيران. أذوق معاك رامي بياخذ، لا أنا ما أبغى آيس كريم أخاف أبرد زيادة. لا تشربين شيء؟ إيه بس لا بشوف عصيرات فريش في مكان ثاني. من الجوز الهند، شوفوا كيف مسوين أشكالها. خفيفة ها؟ مكان هنا مرة حلو، نسوي كله بالمظلات. هذا المحل مرة يجنن، عنده صناعات محلية كلها هي يدوية، مخيطها يدوي لثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، واخذت لي هذا. يتجنن ألوان تجنن صيفية من جد، والكذا النكشات غريبة حلوة مميزة. أهم شيء بنات لا تنسون إنه تكسرون الأسعار. طيب اليوم صار حر ما أدري كيف، سبحان الله برد حر برد حر، كل الفصول في وقت واحد. خدت لي عصير برد مع آيس كيوب. هي الصيدلية يلا. ها؟ لصق الرجول. بنجرب البيتزا هات حقتهم، جربنا اول ماكدونالدز، الحين بنجرب بيتزا هات. وح على هذه الاطلاله. بامبليموسس جاردن، مرة يعني شكلها يجنن من خلال الصور طبعا، وكاتبين في المواقع انه اذا انت جيت موريشوس وما زرتها فاتك الكثير. يعني مرة حرصنا انا ورامي بسرعة نلحق ان نجيها قبل ما تقفل، تقفل الساعة 5:30. عندنا ساعتين، عندنا ساعتين نتمشى فيها ونشوف. الجو شوية بارد في المول، كان حار صدعت، عشان انا ورامي ما نعرف متى تقفل الحديقه، ومن المفروض لا احنا قلنا له جوله شمال في الشمال. اي هو قال في العاصمه هنا شوفي هنا. اي فالمفترض خطا، المفترض المول هو اخر شيء، بعدين الحدائق الانشطه اول شيء، انه اي وقت ما تفرق. يا الحين انتم تشوفون الوان غير رامي بحبط باب أمنية. انتم تشوفون الوان غير، بس والله في الطبيعة اجمل من الكاميرا بمراحل. الالوان خضرة. قسم البط، هنا في بط الحديقة طبعا، في مع رامي الخريطة احسن تعلولها كذا
قبل ما تقفل مية تقفل 5:30 تعالوا لها قبل اي بدري يمديكم خصوصا العوائل اللي عندهم اطفال كبار في السن كذا احس راح يستمتعون اي حد والله يكون في شمس ولسه في ظل اصلا في يكون جو مره حلو جو يا رامي جنن خرافه خرافه شوفوا انواع واشكال الاشياء لنوني طبعا كل حيوان اشوفه يشبه لنوني ما ادري ليش لاني احبك مفضل لنوني جعور جعور بس كنت بتصور معاكم والله والله بس بتصور معاكم ما بسوي ولا شيء بس بتصور بس وقت الاكل ذا واضح مره جعان شوف هذا مره جعان ايوه مسكين هذا الجد حقهم الظاهر الجد حقهم الحين جالس يجمع لهم الاكل تسبينه والله ما قد سبيت سامسونج مره واحده والله دائما صحة وعافية هذه كل مرة ما تعجبهم اي ما تعجبهم هذه اكلك يا نونو سي تشيز إن شاء الله بإذن الله أنا راح أساعدكم بما أنه ما في مواضيع كثير في الإنترنت عن موريشوس عن التنظيم حق الرحلات الأشياء أماكن الزيارات في موجود بس ما هي كثير ويعني ما هي جاية بالتفصيل بحيث أنه الواحد من جد لما يجي يعرف إيش هو يعني يبغى وكيف تنظيم جدوله فإن شاء الله إن شاء الله أني راح أساعدكم في هذا الموضوع من ناحية أغلاطنا أنا ورامي وكذا والتنظيم والتخطيط كل شيء وش أفضل شيء تسوون وش أحلى شيء وش اللي ما يستاهل وش اللي يستاهل شوفوا المكان يا بنات تذكرون هذيك الأوراق اللي كنا نلعبها في سوني حقت الضفدع طيب كان في لعبة في سوني لعبها وأنا صغيرة أموت عليها أموت بس مدري شيء لعبة ضفدع وأنط فوق هذه بليز اللي تذكرها تكتب تحت في التعليقات بس إنه نفس هذه بالضبط الأوراق يعني ما جابوها من الخيال جابوها من الواقع إنه في ورق مرة كبير حتى في صرصار هناك ميت فوق الورقة تشوفه يمكن له 100 سنة أيوة هذا شوية يتجفف كذا يا حرام اقسم بالله من جد اللي عاني حساسية الناموس شوفوا انا ما لقصني ولا شيء شوفي قديش على طول هو تعبى اوكي بتقول انت عشان لابسه كذا كم طويل وكذا بس انه والله حتى في يداتي في وجهي ما لقصني شيء هذه ضريبه ان يكون دمك مره حلو اي والله صح اوكي كيف انا بس كذا عشان ما اخليك تنجرح مشاعرك ايوه مره حلو يلا الحين بنجلس هنا نسوي جلسات انت بنجلس هنا والله ماني جالس لا ما بنجلس أيوة. بسوي هنا وقفات تصوير ايوه طبعا عشان تعرفون هذا مستاير هذا حق ناموس هذا حق ناموس اي قلت لهم في كل حاجه في الحياه قلت لهم ان هذا حق ناموس فرق معانا ولا حاجه هنا الان مكان هذه الزهور بس الظاهر انه مو موسمها او ما ادري مين يا ايش اسمها؟ بينك لوتس؟ ايوه هي مكتوب عندك ما هي ذي؟ والله هي تصدق؟ هي ذي شوفوا ذي والله انك صادق احتمال هذه شكلها احتمال ان هذا اسمها بينك لوتس سائق حقنا واحنا جايين جالس يحكينا اتوقع نفس اسم المطار اتوقع هذا نفس اسم المطار اتوقع مسمين عليه المطار ومسمين عليه الحديقة الموريشس انه اول شيء جوها الفرنسيين بعدين راحوا بعدين جو البريطانيين صح؟ بعدين راحوا بعدين رجعوا الفرنسيين بعدين جو البريطانيين وجلسوا يتحاربون مع بعض قاموا ايش سووا فازوا البريطانيين
بعدين لما فازوا البريطانيين طبعا هذا السائق قاعد يحكينا انه جابوا عبيد من 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 فين، من افريقيا ومن الهند، وورانا اماكن بيوت كذا مبنيه من الحجر، يقول حجر خام ما في له اي شيء، يعني ما دخل معه اي مواد ثانيه. فتخيلوا كيف الصعوبه، صعوبه البناء زمان، كيف كانوا يعني يسحقرون مثلا الناس اللي جايين من افريقيا ومن الهند. فبعدين جاء هذا، شوف هذا المقبره حقته او المكان اللي حرقوا فيه جثته، هو كانه هندي صح. عموما انه هو جاء وتخلص من كل هذه الاشياء، هو اللي حرر البلاد من البريطان صح، قد اقول جمع بريطان من البريطانيين. سائق حقنا قاعد يقول لنا قبل شويه انه في البيوت هذه اللي ورانا اياها اللي مبنيه من الحجر راح يهدمونها عن قريب عشان يتخلصون من هذه الذكريات السيئه اللي في بلادهم. هذا هو، شوف الاحمر، عشان ماما دانا ناخذ عصير قصب السكر، فهو بيسوي لنا بيقطع لنا وحناكله، ما حنشربه. قال بناكله بس الله يستر عليك من هذه الحشرات. لا هذا بس صادق، ما هو ما عندنا اي حاجه، بس اخاف يكون في حنش تعبان. ما عادي، كل ان شاء الله نتعامل. الله يستر عليك، حرام يقدر بمسكين. تعال، 35,000 يوم نحن موجودين فيها في موريشيوس، هي اصغر راح تعرف ليش. طيبين وكرماء، اوكي مرة كرماء. تخيلوا حتى السائقين اللي قبل كانوا يروحوا يشترون لنا أكل من على حسابهم. قصب السكر. The hotel or no, you have a hotel, so we wash it out. We wash it near hotel. Okay. Near hotel. So nobody can see this. We are in security over there. طلع فيه شعب ينافسنا في الكرم. ما عندهم مشكلة، عادي يعطونا. تخيل البنات عادي يعطونا أكل، يشترونا عادي على حسابهم، ما في مشكلة. والله مرة مرة ما شاء الله كيوت. Start from here. Yeah. Okay. يلا. Okay. غمس الليل. على الطبيعة. على الطبيعة. وقفنا نص الشارع. We peel it like that. يقشرها الحين، بعدين يقول ونحاول نمص السكر اللي فيها. كان بجا the popcorn. You chew it and throw the. You just take the juice. Okay. Yes. So we don't swallow it. It's just. No, just chew it, crush it, take the juice like chewing gum. Yes. Okay. Okay. بسم الله. يلا. Yep. 1, 2, 3. بسم الله. This one is the best sugar, best sweet. Without salt, yeah, it's a bio. With nothing added, no fertilizer, nothing. Yeah, so maybe Allah give us water, replant it, everything goes well. كأنه بلح. طعمه طبيعي. Put it together. Yes. And I will show you how Mauritian eat it. Yes. Okay. بيورينا كيف الموريشيسيون ياكلونها. Yeah. This is the way. This is the best way, I think. Somebody running the sugar cane field. You will tell you this guy is mad. He's not mad. He got fresh sucrose. He just. I see. شوف أكلها. The best sucrose. كلها يامي. ما يبان في الليل ولا شيء التصوير. هذا الكورنر حق الأطفال، هنا شوي السمك، هنا قسم الأكل الصيني، هنا الآيس كريم وهذا الجزء كله أكل تقدروا تقولوا مثلاً إنجليزي كذا أمريكي، كله كذا خضار لحوم ستيكس، وهذا قسم المطبخ الهندي كله أكلات هندية. هنا صوصات مشكلة،
حطينا مخبوزات واشياء ما ادري شيء. والحين بندخل قسم حلويات، فواكه، اجبان. شوفوا هنا كل فواكه حلويات، هذا كل قسم كله سلطات، هذا كله سلطات 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 مخللات واشياء لذيذة. هنا الحلويات، خلاص بقفل الكاميرا واخذ لي واحد من الحلويات. اوه في رأس جاي بس بوريكم كذا ستايلنا حق الفطور. الحين طالعين نفطر، ما ادري وش المهم من ننتفخ. شوف الرجل كيف منفوخه، شوف الثانيه كيف طبيعيه، شوف الاطلاله يعني من برا الغرفه حقتنا. طبعا في الجهه الخلفيه تطلع البحر، وهنا الجهه الخلفيه للغرفه. لما تطلعون من الغرفه هذه الاطلاله، خضار شجر. هنا كفي على اليسار مسبح، وبعدين تروحين كذا خلاص يعني على وراء الجهة الخلفية تلاقون البحر. أصغر موز في العالم، شوفوا يدي سفر، أسعد موز في العالم. هنا شوف وسهلا فيكم في واحدة من الأيام اللي ما أدري متى اليوم كم، بس هذا حق حرق الناموس. الناموس لقصني مرة في يدي، ببدأ أحرق. أهم تخيل اليوم عندنا سائق، والله قلت لكم متى في الفلوغ اليوم اللي ما أدري متى قلت لكم إنه هم ينافسونا في الكرم. تخيلوا نزل يجيب لي أكل، ما قلت شيء، ما قلت ولا حاجة، بس راح نزل يجيب لي أكل. رامي شافه يروح يشتري لي أكل. قلت لكم في شعب ثاني جالس يعني في الكرة الأرضية جالس ينافسنا في الكرم. Thank you. Thank you. Thank you so much. This guy, he plant. He helped his plantation. Yes. Thank you so much. Salt and بهارات. Thank you so much. شوفوا راح يجري، راح يجيب لنا أكل مرة ثانية. شو حتى ما خلصت الاناناس. الحين هو جابنا الحي حق المسلمين، كله اغلبه مسلمين، فيه مساجد وفيه له مدري ايش، فراح يجيب لنا شيء يقول لا لازم تذوقون. بس خلاص كذا مستحيين انا ورامي، ما ندري ايش نقول، والله قاعدين نقول شبعانين. خلاص الله يسعدك مره، شكرا ما قصرت. قال لا 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 ما في، لازم تذوقونه. كثر الله خيرك. ما في كلمات كذا نقولها، كثر الله خيرك كذا بالعربي. ثانكيو كثر الله خيرك وخلف الله عليك، الله يجعلها سفرة دائمة، كثر الله خيرك. زي ما عندهم، ما ادري كيف نجيبها بالانجليزي ولا حتى باللغة حقتهم، ما ادري ايش نقول. خلاص كذا حتى نقول ثانك يو، نضغط على يدنا نقول ثانك يو، يعني كثر الله خيرك ما قصرت. فيا والله مرة مرة شعب كريم، شعب مرة كريم وطيب، ويحبون الضحك والوناسة والطقطقة والسواليف. alright سو يقول هذا فاست فود، ياكلونه اغلب الناس هنا، أكلة سريعة على الطريق، عندهم دوامات، عندهم شيء. يلا نشوف. بسم الله. إيه هذه شفتها في الفيديوهات، زي كذا قطعة خبز طرية وجوتها زي طعم الإدام مع سلطة مطحونة حارة. طب مين سيلز بعالي عملت الدام دي؟ We have the grape building. سبحان الله، شوفوا كيف جالس يشرح لنا. يقول سبحان الله هذه الجهة دائما ما يجي فيها مطر، تلاقون تشوفون كذا يعني ناشفة شوية، ما فيها شجر كثير. فيقول بس سبحان الله زي كأن يعني من هناك كأنه مكسوم، هذه الجهة دائما يجيها مطر. تشوفون كذا خضر الجبال اللي هنا، سبحان الله. أصلا هو جالس يشرح لنا عن المطر في الشمال، جهة الشمال اللي ما يحبون الأمطار، يحبون الجو مشمس، خذوا سكن على جهة الشمال. أما الجنوب هو الأكثر غزارة في الأمطار والرياح. كمان جينا كذا على منطقة تاريخية، يعني جلس يشرح لنا عن الحرب اللي كانت بين بريطانيا وفرنسا والناس، وان هذا كان زي الملجأ. شوفوا هنا المدافع. الان احنا في اعلى قمة نقدر نشوف فيها منطقة الشمال من الجزيرة او العاصمة. اوكي جينا على الماركت اللي يبيع الخضروات والاشياء الفريش، زي الحلقة عندنا. شوفي باقي زي الحلقة. هلا وي ولا بيتكاسر الله ولا بيتكاسر خضره
جاي ملابس جاي ملابس والله زي الحلقة. لفينا في كل سوق الخضرة، قال لنا الحين بوديكم في نفس القسم سوق البهارات، نشم ريحة البهارات من هنا، ريحة الكمون. هذه شوفوا هذا كاري أخضر ريحته تجنن تجنن. أخذت بهارات لأمي والأم زوجي وخالتي، تخيلوا أعطونا ورقة فيها الوصفة قالوا عشان تسوون فيها الكاري الأخضر. والله كيوت مرة، مهتمين بأدق التفاصيل صراحة، مرة شي خيال. حبيت حبيت حبيت. الآن مع جولة أكواريوم. طبعا احنا ما شاء الله نورامي ما بقينا ولا بلد، كل البلدان دخلنا أكواريوم حقتها. يمكن مستعدين نشوف نكرر نفس المناظر. يا بنات قاعدين نتكلم انا ورامي عن ميزة الاختلاف، ان احنا ما نكون متشابهين. طيب السمك لما يكون متشابه ما تفرقين بينهم، يعني اوكي كلهم زي بعض، بس لما تكونين مختلفة عنهم تفتين الانتباه، شكلك مميز من بين الجميع. عرفتوا؟ تذكروا الموضوع اللي تكلمت عنه في الفلوج، لما الكل يكون نفس الموجة، كلنا نفس الشكل، نفس نشبه بعض. نقول انها تشبه دوري. تشبه دوري؟ لا نيمو يضيع ولا دوري؟ لا نيمو الأصفر. خلصنا من جولة في الأكواريوم. صراحة إذا ما عمركم رحتم أكواريوم في حياتكم أوكي تعالوا كتجربة، يعني كأول مرة، بس إذا سبق رحتم أكواريوم لتجون، لأنه مرة صغير وجديد تو فتح هذه السنة. صغير صغير مرة، ما يستحق صراحة المبلغ غالي شوية. جينا على ناندوز، تخيلوا بنات مرة رخيص، صدمة 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 صدمنا. تخيلوا الطبق هذا 19 ريال، تخيلوا 19 ريال صدور دجاج خضار ورز مع كولا مع واو واو. فرق الأسعار طبعا مو كل المطاعم بهذا الرخص، فقلنا بنجرب نشوف كيف الطعم. انا اقول يعني من رايي اللذ ناندوز ذقته في حياتي كلها كان في ماليزيا، اللذ ناندوز في حياتي كلها ما شاء الله. وصلنا مول كذا، مول كبير صراحه ما في له شيء مميز يشبه المولات اللي عندنا، المحلات اللي عندنا، بس في قسم كاتبين لوكال ماركت، فدخلنا عند هذه شوفوا كذا شراريب ملونة، قررت اني اخذ لاختي رهف هدية. هذا براند لوكال حلوة عجبتني، اخذت علبة واحدة. نسيت حقي الجاكيت، نسيته لانه في هوا برد. نحن وصل جينا غرفة عشان البرد. لو جينا صيف ما كان استمتعنا قد كذا، صح؟ تحس إنه تجربة مختلفة. أنا لو إنه صيف ما استمتعت. إيه. أقول لك إياها بالفم المليان. والله قد. تبين في الظهر ماسك أعصابي عشانك من كثر ما هو حر. يا أمس أمس ما حكيت البنات، تخيلوا أمس بنات من شدة الحر أمس كانت السماء صافية ما في ولا غيمة واحدة. والشمس كذا تنك تصقع في النفوخ، فما جلسنا في الشمس كثير صح؟ لا ما جلسنا في الشمس كثير، بس ما أدري كيف صدعت، جاني صداع شديد وأدويتنا والمسكنات ما جبت، ما أخذت ولا شيء الحمد لله، ما صدعت من أول ما جيت المكان. قدرت كنت أقوله في السيارة خلاص رجعني المنتجع، ماني قادرة أكمل أي شيء ولا قادرة حتى استمتع، خلاص كذا تعرف ذاك الصداع اللي يجيب مع غثيان من الشمس تخيلوا. فالحين لما جا يعني جالسة أفكر قاعدة أقول يا الله تخلي له كل يوم الشمس، كان أنا كل يوم مصدع 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 مصدع. الحمد لله إنه جينا على هذا الوقت خيرة، صح ما مو مرة مستعدة يعني، بس شفت هذا الشيء الثقيل الوحيد، بس الحمد لله والله الحمد لله مرة شفته حلو، خيرة خيرة من رب العالمين. غير أكيد جايين من حر 45 درجة الحرارة، من 46 من 47، الحمد لله خيرة خيرة خيرة. Thank you.
مغامرة الدلافين. مغامرة أهم شيء. الحين بنروح نشوف الدلافين. الله قصقصة. الجو مرة بارد بنات قسم بالله. شفافي زرقت. برد برد. اليوم يقول أنزل درجة حرارة في السنة. كذا على حظي. قصقصة حلو. طبعا أنا ورامي نفسي ملعب السباحة عشان كذا برد. بس لابسة ثلاث طبقات هنا. السباحة مع الدلافين. اللي تعرف تسبح أو اللي يعرف يسبح محظوظ. تنزلين تحت أول ما تشوفون الدلافين تغصين معاهم. شوف هذا كلهم الجروب يسبحون. تمشي مع الدلافين. ما في شيء تحت الأرض ناعم. ايوه مره انا عم انعم. هذه جزيره صغيره. هذه اسمها جزيره الكوكونت جوز الهند. فالحين بنيجي نجلس فيها ثلاث اربع ساعات انا واخوي. اخونا اكل فريش. نسبح شويه. لا رح خيانة نسبح لما يمر برد. هو يحتاج. أيوة جوجا. أحبكم أحبكم. صراحة مرة كرهتكم بس أنا زوجتي. بعد ما أكلنا الدجاج قدمونا دجاج سمك مشوي ونقانق مشوية. جابونا حلا موز مشوي عليه عسل كذا خفيف. يعني مو طعم غريب بس الفكرة حلوة بسيطة. هذه محلات حقت بيع موجودة في كل يعني مد الشاطئ حق جزيرة الكوكونت. شوفوا هذه زي شفتهم يدفونها من القارب من البحر هناك بعيد كأنها سفينة كذا. دفوها 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 جابوها لين هنا. شوف تخيلوا ما أدري ليش يعني ودوها للأخر.
أعرفها طبعا، لما شفتها من بعيد يدفونها قاعدة أقول رامي قد شوف يمكن هذه عبادتهم أو شيء، طلع إنه أشياء للبيع. شوف الشمس فجأة طلعت، كان مغيم الجو طول الوقت من يوم ما وصلنا الصباح، الحين صار الشمس تصقع في النفوخ وكلنا طلعنا عشان نتبرد في البحر. شوفوا صار فجأة حار سبحان الله، الشمس والله قوية مرة، يعني تقلب درجات الحرارة يضحك، حر برد شمس تصقع في النفوخ برد مو باردة، الحين عادي مو حلوة. كيف تحس يا رامي هذه جزيرة الكوكونات؟ ما هي سيئة بس واحد ما يجيها جاي سياحة، فالأغلب انك انت حجزت في فنادق افضل في شواطئ افضل، الجاية هنا ما تعني شيء صراحة. مرة طولنا صراحة كم 4 ساعات هنا جالسين، حتى سباحة ترى ما يحقت سباحة، يعني انا لبست لبس السباحة وجبنا معانا الشنطة، فين شنطتنا هناك؟ حطينا فيها ملابس سباحة انا ورامي على اساس نسبح، بس ما يحقت سباحة. تخيلوا هذا كله لاجون من هنا الين هناك، شوفوا لين فين توصل الموية لرامي، ما يحقت سباحة ابدا، ما يحقت سباحة. تخيلوا الين السفينة الين السفن هنا يعني ما توصل الماء الا للركبة، بس ما يحقت سباحة الا ممكن اطفال. خليكم في نفس الجزيرة استمتعوا فيها، لو انكم جالسين مثلا 3 اسابيع 20 يوم تعالوا عيشوا التجربة. اكلنا اكل كويس حلو والله، دجاج مشوي مع لحوم وموز مشوي، بس تحسونه مرة شيء بسيط، مرة شيء بسيط. الناس اللي تحب تستكشف مثلا كيف حياتهم هم كيف يعيشونها راح ينبسطون، يعني هذا جزء من شخصيتي، مرة يعجبني اني استكشف كيف الشعب نفسه كيف يعيش، كيف يستمتعون بوقتهم، كيف يقضون اجازتهم، بس انه ما ابغى زي كذا طول اقعد 4 ساعات، مرة طولنا. So generous. والله so generous. Thank you so much. بنات هذه اللي جربتها مرة عجبتني اشتهيتها، فقلت له وقف لي في محل نظيف أبا واحدة زيادة. مرة لذيذة مع السلطة مع المزانة شيرينو ويها مفاجأة. ايوه لي ساعة وانا اغمزها بعيوني بس ما فهمت، انا قاعد اقول تلمين تغمز